بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلابي وطالباتي إلى درس جديد من دروس أنظمة جسم الإنسان واحد واحد. اليوم وصلنا معكم طلابي إلى مجموعة من الإثراءات في مقرر أنظمة جسم الإنسان واحد واحد، واليوم لدينا إثراءات واحدة. في الفصل الأول الإطار العام لجسم الإنسان كان هناك مجموعة من الأهداف: توضيح أهمية علم وظائف الأعضاء، تفسير بعض الظواهر الفسيولوجية في جسم الإنسان، تلخيص مستويات تكوين جسم الإنسان، وصف مفهوم الثبات الداخلي في جسم الإنسان، تمييز آليات التغذية الراجعة السلبية والإيجابية. وبدأنا بدراسة علم وظائف الأعضاء والتشريح، وذكرنا أن علم وظائف الأعضاء هو العلم الذي يهتم بدراسة وظائف الأعضاء المتعددة في الجسم وآلية عملها. وذكرنا أن علم وظائف الأعضاء كما يوضح لنا الشكل ينقسم إلى علم وظائف الإنسان، وهو العلم الذي يختص بدراسة جميع الوظائف التي يقوم بها جسم الإنسان، كذلك علم وظائف الخلية وهو دراسة وظائف أو العضيات داخل الخلية. الخليات توجد بها مجموعة من العضيات، هذه العضيات تقوم بالعديد من الوظائف، لذلك علم وظائف أعضاء الخلية هو الذي يدرس وظائف الخلية. علم وظائف الأعضاء الجزيئة عندما يكون هناك تحديدا دراسة أصغر الجزيئات وما يعرف بالبيولوجيا الجزيئية كالحمض النووي الدي ان اي في الخلية، فيعرف بعلم وظائف الأعضاء الجزيئية. كذلك ذكرنا في محور دراستنا علم التشريح، وذكرنا أنه هو العلم الذي يختص بدراسة الأعضاء، تركيبها ووصفها ومواقعها وعلاقتها ببعضها البعض. كذلك للتشريح مجموعة أو هناك أنواع لعلم التشريح: علم التشريح الظاهري وهو الذي يعتمد على الرؤية المباشرة بالعين المجردة، وعلم التشريح الخلوي والذي يعتمد على التقنيات المساعدة في دراسة علم دراسة التراكيب الداخلية، كذلك علم التشريح الجزيئي وهو أصغر الجزيئات الموجودة داخل الخلية كدراسة تركيب الحمض النووي الدي ان اي. وذكرنا أن علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح هما العلمان اللذان يقودان لدراسة جسم الإنسان، لذلك لابد معرفة هذه الأعضاء، وصفها، مكانها، علاقتها ببعضها البعض، ومن ثم معرفة ووظائفها، معرفة وظائفها والأدوار وآلية العمل التي تقوم بها. هنا يكون عندما يكون لدينا معرفة بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء هما اللذان يكونان ما يعرف بالكيمياء الحيوية أو علم وظائف الأعضاء، علم وظائف الأعضاء. وهنا يتم معرفة الخلل وطرق علاجه في العلوم الطبية، لذلك دراسة علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء هما الأساس للعلوم الطبية. انتقلنا إلى الثبات الداخلي، وهو ثبات البيئة الداخلية في جسم الإنسان، ويتم من خلال آليات التحكم بالثبات الداخلي، وهناك عناصر تبدأ بالمنبه موجود في أجزاء من جسم الإنسان، المستقبلات الحسية كالمستقبلات الحسية في الجلد، مسلك وارد وهو الذي ينقل الإشارة من المستقبل إلى مركز التكامل والذي يعرف بالدماغ أو الحبل الشوكي، المسلك الصادر هو الذي يخرج بالأوامر غالبا ما يكون خلايا عصبية حركية إلى المتأثر، الجزء الذي حدث فيه التأثر، و غالبا ما يكون العضلات مثلا لإحداث الاستجابة أو ردة الفعل. نلاحظ أن هذه العناصر تعرف بعناصر الثبات الداخلي وتعرف برد الفعل المنعكس. رد الفعل المنعكس هو أحد الآليات التي تتم من خلال داخل الجسم وتعرف بآليات الثبات الداخلي. آليات التغذية الراجعة، آليات التغذية الراجعة لدينا التغذية الراجعة السلبية والتغذية الراجعة الإيجابية. جسم الإنسان
يعمل يتحكم بالوظائف داخل جسم الإنسان، وهناك تغذية راجعة سلبية وإيجابية تتحكم في وجود العناصر في المستوى الطبيعي للجسم، بحيث لا يكون هناك زيادة تتجاوز المدى الفسيولوجي ولا تقل عن المدى الفسيولوجي لكل عنصر من العناصر في جسم الإنسان، كما تناولنا في دراستنا في أنظمة جسم الإنسان. هناك لكل عنصر مدى، هذا المدى يكون العنصر ضمن المدى الطبيعي. عندما يزيد هذا العنصر أو يتجاوز المدى الطبيعي يتم إرجاعه، ولكن لا يعود إلى نفس النقطة، لأن آلية الثبات هي آلية نسبية وتتم من خلال تغذية الراجعة السلبية والإيجابية. قمنا بعمل المقارنة بين التغذية الراجعة السلبية والإيجابية. نلاحظ أن التغذية الراجعة السلبية هي النوع الأكثر حدوثاً في الجسم، بينما التغذية الراجعة الإيجابية تعتبر أقل حدوثاً في الجسم. الزيادة هو النقص في المتغير. نلاحظ التغذية الراجعة السلبية الزيادة تؤدي إلى النقصان، والنقص يؤدي إلى الزيادة، ومن هنا كان اسمه بالتغذية الراجعة السلبية. التغذية الراجعة الإيجابية الزيادة تؤدي إلى المزيد من الزيادة، والنقص يؤدي إلى مزيد من النقص. اتجاه الاستجابة للمتغير، التغذية الراجعة يكون معاكس لاتجاه التغير الأصلي من المنبه، بينما في التغذية الراجعة الإيجابية يكون في نفس الاتجاه، اتجاه التغير الأصلي من المنبه. وضع المتغير بعد التغذية الراجعة يعود إلى حدوده الفيسيولوجية الطبيعية ويعود إلى حالة الثبات، بينما هنا في التغذية الراجعة تنحب المتغير بعيدا عن حالة الثبات ولا يعود إلى حالة الثبات. أهم أمثلة على التغذية الراجعة السلبية تنظيم سكر الدم في حال ارتفاع وانخفاض، بينما التغذية الراجعة الإيجابية تنظيم ثبات الدم المخاض في فترة الطلق والولادة. كلا العمليتين التغذية الراجعة السلبية والإيجابية مهمة جدا لضمان الاتزان الداخلي في جسم الإنسان. في الفصل الثاني الخلية وأنسجة الجسم، كان لدينا مجموعة من الأهداف: التعرف على أهمية مكونات الخلية، التمييز بين أنسجة الجسم الأربعة: النسيج الطلائي، النسيج الضام، النسيج العضلي، النسيج العصبي، التعرف على طرق الاتصال المتنوعة بين الخلايا في جسم الإنسان. لاحظنا في دراستنا في هذا الفصل مكونات الخلية البشرية كما يظهر في الشكل، تتكون من مكونين: نواة الخلية والسيتوبلازم. نواة الخلية هنا هذه المكونات، عندما تكون الخلية في حالة الانقسام تتكون من غلاف النواة، يحيط بالنواة الكروماتين وهو شكل للمادة الوراثية، عندما يكون متكثف يوصف بالكروماتين، عندما يتحول في شكل خيوط لتأهية الخلية لحالة الانقسام يعرف بالكروموسومات، والتي يكون عددها ثابتا في جسم المخلوق الحي، النوية والتي لها دور مهم في تكوين الحامض النووي الريبوسومي، العصارة النووية السائل داخل النواة. السيتوبلازم يحتوي على العضيات، هذه العضيات إما عضيات غشائية أو عضيات لا غشائية. كذلك تناولنا العديد من أنواع العضيات داخل الخلية، وقمنا بتقسيمها إلى عضيات غشائية أو لا غشائية. غشائية تكون محاطة بالأغشية، اللاغشية لا تحتوي على الأغشية. وكذلك تعرفنا على أدوارها والوظائف التي تقوم بها. نلاحظ غشاء الخلية حفظ شكل الخلية، يسمح بمرور العناصر والمواد من داخل الخلية وإليها، يحوي مستقبلات التأثير وتنظيم عمليات الخلية الحيوية، يعتبر من العضيات الغشائية. الميتوكوندريا مصانع الطاقة في الخلية، إنتاج الطاقة تستعمل في معظم العمليات الحيوية داخل الخلية. الشبكة الإندوبلازمية الخشنة تخليق البروتين، الشبكة الإندوبلازمية الملساء تخلق الدهون وبعض الهرمونات والحامض المعدي، وتلعب دورا في انقباض العضلات في انقباض الألياف العضلية، إزالة سمية نواتج الأيض والأدوية. أجسام جيولوجية لها دور في معالجة البروتينات بتعديلها وتجميعها في الحويصلات، تنتج الجسيمات المحللة اللازمة لعملية الهضم الداخلي. الأجسام المحللة تحلل الأجسام الضارة التي تصل إلى داخل الخلية والتخلص من عضيات السيتوبلازم المتهالكة، وتحلل الخلايا والأنسجة بعد الوفاة. الحويصلات الإفرازية إفراز البروتينات والهرمونات إلى خارج الخلية. الرايبوسومات، هنا بدأنا بالعضيات اللاغشائية، تخليق البروتين في الخلية، وتعد مصانع البروتين في الخلية تكوين الرايبوسوم المتعدد. المريكزات، انقسام الخلايا، انتاج أهداب بعض الخلايا، وأصوات الحيوانات المنوية. الأهداب والأصوات تلعب دورا في تحريك السوائل على سطح بعض الخلايا في اتجاه واحد،
بينما تسهم الأصوات في حركة الحيوانات المنوية الأنيبيبات الدقيقة، تسهيل حركة العضيات الأخرى والجزيئات داخل الخلية. الخيوط تشمل الخيوط العضلية الأكتين والميوسين، تكثر في الخلايا العضلية، وكذلك الخيوط غير العضلية. شوائب السيتوبلازم تشمل الجليكوجين والدهون والمواد الصبغية مثل الميلانين والهيموجلوبين ومشتقاته. أنسجة الجسم، ثم انتقلنا في محور دراستنا في الفصل الثاني إلى أنسجة الجسم، وذكرنا أن هناك أربع أنواع رئيسة لأنسجة الجسم، وهي النسيج الطلائي والنسيج الضام والنسيج العضلي والنسيج العصبي. وذكرنا أن النسيج الضام يتكون من يشمل النسيج الضام الأصيل، الغضاريف والعظام. بدأنا بدراسة النسيج الضام وذكرنا أن النسيج الطلائي يقسم إلى نسيج طلائي بسيط، نسيج طلائي طبقي، والنسيج الطلائي الغدي. نسيج الطلائي البسيط مكون من طبقة واحدة من الخلايا، الطبقي يتكون من عدة طبقات، والنسيج الغدي هو ما يعرف بالغدد والغدد داخلية الإفراز وخارجية الإفراز في الجسم. النسيج الطلائي يبطن ويغلف الأعضاء، يغطي الجسم من الخارج ويبطن ويغلف الأعضاء من الداخل في الجسم. النسيج الضام الأصيل، هناك عدة أنواع. النسيج الضام الشبكي يكون دعامة، النسيج الدهني يوجد في بعض المناطق تحت الجلد والثدين وحول الكلى، النسيج الليفي كثيف، نسيج ليفي كثيف غير منتظم يوجد في الجهاز الهضمي والعقد اللمفاوية، نسيج الرخو يوجد في الغشاء المخاطي ومنطقة تحت الجلد، نسيج الليفي كثيف منتظم، نسيج ليفي كثيف منتظم يوجد في أوتار العضلات والأربطة، والنسيج الضام المرن يوجد في بعض الأربطة والشرايين المطاطية. وذكرنا أن وجود أنواع النسيج الضام الأصيل يعتمد على المكان وطبيعة الدور الذي يتم، أو في هذا الجزء من الجسم يعتمد على الوظيفة التي يقوم بها، لذلك يكون أو يشمل النسيج الضام الأصيل مجموعة من الأنسجة التي تتميز بمكونات مختلفة. الغضاريف، ذكرنا أن هناك ثلاثة من الغضاريف: الغضاريف الزجاجية الملساء، الغضاريف المطاطية المرنة تكثر في مقدمة الأنف وصوان الأذن، الغضاريف الليفية بين فقرات العمود الفقري الملساء في غضاريف الأضلاع مثلا. وذكرنا أن الغضاريف هي من النسيج الضام، تكون مادتها الخلالية مادة شبه صلبة. العظام، وهو صورة من صور النسيج الضام ويتميز بالمادة الخلالية الصلبة. وذكرنا أن العظام تنقسم إلى قسمين: العظم القشري الكثيف والعظم التربيقي الإسفنجي. وذكرنا أن العظم القشري الكثيف يمثل حوالي 80% من العظام في مستوى الجسم، بينما العظم التبريقي يمثل حوالي 20%. العظم القشري الكثيف عظم قوي ذو كثافة أكبر، بينما تكون هناك قلة في الكثافة في العظم التبريقي. كذلك انتقلنا لأحد صور النسيج الضام وهو الدم، وذكرنا الدم يتكون من مكونين هما خلايا الدم والبلازما. خلايا الدم تتكون من الصفائح الدموية، خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم البيضاء مكونة من العديد من الخلايا، خلايا الدم البيضاء متعددة: البيضاء الحمضية، البيضاء القاعدية، الخلايا اللمفاوية، خلايا المونوسايت. سائل البلازما، وهو ما يمثل حوالي 54% أو 55% من نسبة مستوى الدم. ذكرنا أن مستوى أو كمية الدم في الشخص البالغ حوالي 5 لترات. النسيج العضلي، ذكرنا في النسيج العضلي أن هناك مجموعة من الأنسجة العضلية أو الخلايا التي تكون النسيج العضلي: الخلايا العضلية الهيكلية، الخلايا العضلية الملساء، والخلايا العضلية القلبية. الأنسجة في خلال محور دراستنا لها ذكرنا أن النسيج يتكون من مجموعة من الخلايا، هذه الخلايا تؤدي وظيفة معينة، لذلك للنسيج وظيفة معينة. نلاحظ في الخلايا العضلية الهيكلية تمثل حوالي 40% من جسم الإنسان عندما تكون هناك كتلة الجسم طبيعية ولها دور مهم. الخلايا العضلية الملساء تعتبر فسيولوجيا أكثر الأدوار، أكثر انتشارا ودورا من العضلات الهيكلية لانتشارها في العديد من أجزاء الجسم تقريبا وأعضائه وأجهزته. العضلات القلبية تكون في القلب، وهي مضخة أو تشكل مضخة الجهاز الدوري.
النسيج العصبي، ذكرنا النسيج العصبي يتكون من نوعين من الخلايا، الخلايا العصبية والتي تهتم بالنقل العصبي فقط، هذه الخلايا تهتم بالنقل العصبي، والخلايا الدبقية وهي خلايا لا تهتم بالنقل العصبي، غير عصبونية، ودورها فقط الدعم، تقديم المواد الغذائية، الأكسجين، الدعم، الحماية، تخليص الجهاز العصبي من بعض الألياف العصبية التالفة، الدعم والحماية للخلايا العصبية حتى تقوم بوظيفتها. الخلايا العصبية غير قادرة على التكاثر، بينما الخلايا الدبقية قادرة على التكاثر. طرق الاتصال بين الخلايا، انتقلنا خلال حديثنا في مقرر أنظمة جسم الإنسان عن الاتصال بين الخلايا، وهل الخلايا يكون بها اتصال أم أن الخلايا متروكة بدون اتصال، وذكرنا أثناء دراستنا أن هناك طرق للاتصال بين الخلايا، وهي الاتصال الفيزيائي ويشمل المفاصل المحكمة الديسموسومات، المفاصل الفجوية، العلامات. ذكرنا أن المفاصل المحكمة هي التي تكون هناك ارتباط بين الأغشية البلازمية الخلايا، ولا يكون هناك فراغات بين الخلايا من خلال المفاصل المحكمة. الديسموسومات هي عمل الدبابيس لربط الخلايا مع بعضها البعض. المفاصل الفجوية تسمح بانتقال بعض المواد من خلية إلى خلية أخرى حسب الحاجة. العلامات عندما يكون هناك خلية تتعرض إلى هجوم فيروس معين تقوم بإخراج جزء معين على الغشاء البلازمي، الخلية القريبة المساندة لها تلتقط هذه الإشارة من خلال الاتحاد المركب الموجود في الخلية التي تعرضت للهجوم مع الخلية، مع المستقبل الموجود في الخلية، تقوم هذه الخلية بمساندة هذه الخلية للتخلص من الفيروس المسبب أو الذي أثر على هذه الخلية. الاتصال الكيميائي يشمل الناقل العصبي، الهرمون التقليدي، الهرمون العصبي، الإفراز الجواري والإفراز الذاتي. ذكرنا الناقل العصبي تنتجه الخلايا العصبية، كذلك الهرمون التقليدي هو الهرمون التقليدي الذي يتم نقله عن طريق الدم. الهرمون العصبي هو الهرمونات التي تصنع في الجزء من الجهاز العصبي مثل تحت المهاد وتنتقل عن طريق الدم إلى الأنسجة والأعضاء المستهدفة. الإفراز الجواري هرمون يفرز من خلية وينتقل عن طريق الانتشار وليس الدم، ويؤثر في الخلايا القريبة، بينما الإفراز الذاتي خلية تفرز هذا الهرمون ويؤثر في نفس الخلية. في الفصل الثالث الجهاز الغطائي الجلد، وكان لدينا مجموعة من الأهداف في هذا الفصل: التعرف على أهمية مكونات الجلد، تعريف مفهوم الجلد عند الإنسان، تحديد تراكيب جلد الإنسان، تلخيص وظائف جلد الإنسان، تفسير تفاوت لون الجلد بين البشر، التعرف على وظائف الشعر في جسم الإنسان، تعداد أهم الأمراض المتعلقة بالجلد. وبدأنا دراستنا في مكونات الجلد، ذكرنا أن الجلد يتكون من ثلاث طبقات: البشرة، الأدمة، والأدمة التحتية. وهذه الطبقات مرتبة، تبدأ بالبشرة، تحتها مباشرة الأدمة، ثم الأدمة التحتية. غالبا ما تضم المراجع الأدمة والأدمة التحتية في طبقة واحدة. ثم انتقلنا إلى مكونات البشرة، وذكرنا أنها تحوي أربع طبقات أو خمس طبقات حسب موقعها: الطبقة القاعدية وهي الطبقة الأعمق والقريبة من الأدمة، وتسمى طبقة الخلايا القاعدية، وهذه خلايا نشطة انقساميا ولها دور في إنتاج الميلانين، ولها دور في مقاومة أو حماية الجسم من الأشعة فوق البنفسجية. الطبقة الشائكة التي تعلو الطبقة القاعدية طبقة الخلايا الشائكة، وهنا تظهر الديسموسومات التي تربط بين خلايا هذه الطبقة، وهي خلايا مضلعة الشكل تظهر على شكل أشواك، وهنا سميت بالخلايا الشائكة. الطبقة الحبيبية هي الطبقة من الخلايا الحبيبية، غالبا تحتوي على حبيبات دهنية، ولها دور في منع فقدان السوائل، تأثير الماء الداخل على الجلد، وكذلك فقدان السوائل من الجلد. الطبقة الصافية وهي طبقة جلد إضافية فقط في بعض الأجزاء في الجسم مثل راحة اليد بين طرف جانبي الأصابع وباطن القدم، تكون هنا هذه الطبقة الإضافية من الجلد للحماية. الطبقة القرنية هي أعلى الطبقات وتعتبر طبقة ميتة
طب تمثل الكيراتين ولها دور في الحماية. الأدمة طبقة سميكة من النسيج الضام تحوي الكولاجين، ألياف الكولاجين والألياف المطاطية المرنة، نهايات عصبية، أوعية دموية، تركيبات ملحقة، جراب الشعرة والغدد العرقية والغدد الدهنية، وظائف الجلد. ثم انتقلنا خلال دراستنا إلى ذكر العديد من وظائف الجلد. الجلد في جسم الإنسان يقوم بالعديد من الوظائف، الإحساس لوجود العديد من المستقبلات الحسية في الجلد، التنظيم الحراري للجلد دور مهم من خلال وجود أو التخلص من الحرارة الزائدة أو تبريد الجسم من خلال إفراز الغدد العرقية. الحماية، الجلد يشكل حماية لجسم الإنسان، يعمل حاجز لمنع وصول الميكروبات والأجسام أو مسببات الأمراض إلى داخل الجسم. التمثيل الغذائي، نلاحظ أن في الجسم يعمل على صنع فيتامين دال خلال الطبقة الموجودة تحت الجلد، تحول الأرجسترول، تحول هذه المادة في وجود الأشعة فوق بنفسجية إلى فيتامين دال داخل الجسم. التخلص من المواد الضارة من خلال إفرازات الغدد العرقية، هذه الغدد التي تفتح إلى الخارج، و غالب إفرازاتها هي عبارة عن الماء الزائد والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم. مقاومة الصدمات لمرونة الجلد، تحت الجلد يوجد النسيج الضام الفجوي، تكثر به الفجوات، فعند الضغط على الجلد يتغير موقع هذه الفجوات ويكون هناك مرونة لمقاومة الصدمات. عكس المؤثرات، جميع ما يظهر على الإنسان يكون يبرز على الجلد عند في خلال عملية الابتسامة تظهر ويعكس المؤثرات الداخلية. كذلك أغلب الأمراض يتم تشخيصها من قبل الأطباء من خلال ظهور الحالات على الجلد، فتكون مؤشرا لتشخيص بعض الأمراض التي قد تصيب جسم الإنسان. ثم انتقلنا إلى وظائف الشعر، وذكرنا أن للشعر وظائف هامة يقوم بها في جسم الإنسان، حماية الإنسان من حرارة الشمس العالية أو البرودة، حماية الرأس من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حجز الحرارة بين خصلات الشعر للحفاظ على حرارة الجسم، شعر الحاجبين يحمي العين من دخول العرق وذرات الغبار، تساعد الرموش في وضوح الرؤية للعينين. ثم انتقلنا إلى أمراض الجلد، وذكرنا أن الجلد هناك العديد من الأمراض الشائعة التي تصيب الجلد، مثل الأمراض الجلدية البكتيرية، مثل الدمامل، قرحة الفراش، الأمراض الفطرية، الأمراض الطفيلية، الأمراض الفيروسية، أمراض الحساسية، أمراض ناتجة عن جهاز المناعة، وأمراض وراثية. وهذه من الأمراض المتعلقة أو الأمراض الأساسية المتعلقة بالجلد. وفي نهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم طلابي وطالباتي مزيدا من التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.